واي بير هي شبكة بتشتغل على دعم تقنيات تثقيف الأقران للشباب واستخدام تقنيات تفاعلية تشاركية يقدروا إن هم من خلالها يوصلوا معلومات للشباب بطريقة تكسر حاجز الملل، واللي بتعتمد أكتر على فكرة تثقيف الأقران، يعني من الشاب هو اللي يدي يوصل المعلومة للشاب اللي في بينه وبينهم لغة وعامل مشترك. كان هدفنا إن إحنا كلنا نطلع من التدريبات عندنا سكيلز، عندنا معلومات، ودي كانت بالنسبة لي حاجة كبيرة جداً، إن أنا أطلع من مكان معايا مهارة معينة أطلع أقدر أطبقها في الجمعية بتاعتي أو مع الشباب اللي أنا أعرفهم. قد إيه فرق معايا في شخصيتي، في إزاي أنا أوصل معلومة حتى في بيتي، حتى في أسرتي، حتى في المجتمع اللي أنا فيه. بدأت أطبق التقنيات اللي أنا باخدها في توصيل المعلومات، سواء كانت معلومة صحية أو غير صحية، خلال المجتمع اللي أنا فيه. أنا النهاردة في اجتماع الشراكة والتشبيك مع الجمعيات الشريكة، قد إيه من أول ما بدأنا إن إحنا كان 4 أو 5 جمعيات بس معانا، لحد النهاردة ما وصلوا أكتر من 35 جمعية أهلية على مستوى الجمهورية. قد إيه سعيدة جدا إن أنا ابتديت مع بدايات الشبكة من 2007. من 2007 لحد دلوقتي شايفة قد إيه الشراكات بتكتر وبتقوى. واي بير مش بس تقديم دعم فني ودعم تقني، ولكن واي بير برضو بتعتمد على مشاركة في اتخاذ وصنع القرار للحاجات والمواضيع اللي بتهم الشباب، سواء كان في مصر أو على مستوى الشبكة عالميا. أهم حاجة النهاردة بالنسبة لي إن العمل الاجتماعي ده، سواء كانت الأجندة، سواء كانت العرض، سواء كانت السيشنز كلها، هم الشباب اللي هم في تنسيق في واي بير، وده بالنسبة لي له معنى واحد بس، إن إحنا قادرين إن إحنا ندي القيادة كلها بالكامل للشباب. شيء مهم جدا بواي بير، واهم فيها انه هي شبكه تثقيف اقران على قضايا معينه، لكن انعكاس الشبكه وروحها هو قيمه جدا بتمثل السيفيك فاليوز، القيم المدنيه الحقيقيه اللي بنياهم. الحلو قوي في واي بير ان هي بتهتمش دلوقتي ايه الموضوع اللي انت بتشتغلي فيه، هي بتبدا اوكي تديها لك في معلومات صحيه، بس انت ممكن تشتغلي في اي حاجه ثانيه، تبداي تاخدي التقنيات دي وتحطي عليها المعلومات بتاعتك. دعمت فكره الشراكه بالنسبه لي، دعمت مفهوم انه ازاي نقدر نوفر الفرص والموارد بين المؤسسات الشريكه، دعمت قدراتي انا كمدرب بيشتغل في مجال الصحه الانجابيه. قد ايه تقنيات تثقيف الاقران بتاثر مع الواحد خلال شغله او عمله او خلال المجتمع اللي هو فيه، من ان هو يوصل اي رساله هو موجود فيها في المجتمع. واي بير ضافت لنا كتير جدا، احنا اتعلمنا حاجات كتير في الاي تي او تي، وتعلمنا ازاي نوصل مسجات للناس. مسؤولياتنا بتختلف وادوارنا بتختلف، لكن كل واحد عنده دور يلعبه، وانا بتاكد انه اللي بجمعكم اليوم من خلال العمل مع واي بير، الشبكه مهمه جدا وشبكه عالميه، كيف تاصيلها بمصر وكيف كمان نحمل قيم.